رح نحكي اليوم يمكن عن شيء بيهم كل الأطفال بشكل عام. الرسم يمكن هو المهارة الأولى اللي ممكن يتعلموها الأطفال من لما بيبلشوا يمسكوا القلم والتلوين ويقدروا يلونوا لأول مرة. هاي المهارة ممكن تساعدهم أول شيء على تفريغ الطاقة، على التعلم، وأيضا على اكتساب مهارات كتير. رح نتعرف كيف بتصير طبعا الرسم شيء بيخص التعلم عند الأطفال وبيقوي مهاراتهم مع ضيفتنا الفنانة التشكيلية يولا مهنا. يسعد صباحك يولا، وأهلا وسهلا فيك حبيبتي. الحمد لله على السلامة. أول شيء كيف الطريق من اللاذقية للشام؟ تمام الحمد لله. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، نورتي الشام أكيد. بالبداية خلينا نحكي عن أهمية الرسم عند الأطفال. أول شيء يصير عندهم ثقة بنفسهم لتنمية المهارة، لتنمية مواهبهم. حتى بيقولوا الرسم هو انعكاس لشخصية الطفل، إذا كان مبسوط ممكن يعبر برسمه، كان مقهور عنده شيء خافي مثلا عن أهله ممكن يعبر هذا الشيء، يعني يطالع كل جواته بالرسم. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا إذا بدنا نبلش نحكي عن الرسم عند الأطفال، فالطفل ببلش بموهبة، تمام؟ لما الأهل اكتشفوا له إياها للموهبة، طبعا هو إن الأهل هنا الدافع الأول عن طريق هيدي القصة. ف نبلش خلينا نقول ندخل شوي شوي المهارات للأطفال، مهارة فن تعلم الرسم بشكل عام أو الفنون. طيب هون خلينا نحكي يلا إمتى، يعني العمر اللي أنا بقدر بلش أعطي فيه الطفل حتى أعرف إنه هي الرسم عنده مو مجرد بس مثل ما بيقولوا شخبطة، لا هو فنان أو ممكن يطلع منه شيء إذا نميت هالموهبة. هلا لما نكتشف الموهبة لما الأهل بيكونوا دعم الأول للطفل، ما إلى علاقة السن. يعني هلا في أطفال من عمر السنتين مسكت القلم بكون مبين إنه عندهم موهبة. عن طريق هيدا الشيء ببعتون ليسجلوا كورسات تعليمية للفن. أكيد بما إنه مثلا طفل صار يرسم صار يلون، خلينا نحكي عن الألوان للأطفال. يعني بس هو يختار الألوان الطفل قد ايه هذا الشيء انه كمان بيعبر عن نفسه، قد ايش الرسم بينمي له الذكاء العاطفي للطفل. يعني يمكن نحكي عن كمان تجربتك الخاصة يولا، يعني باعتبارك انت فنانة تشكيلية فأكيد بتشوفي يمكن كثير من خليني اقول كان زملائك بالدراسة تعلموا الرسم من هن وصغار وبعدين اتجهوا لحتى يدرسوه بشكل أكاديمي. انت نفسك انت وصغيرة بترسمي ولا لا فورا دخلتي على شيء أكاديمي؟ هلا انا كنت ارسم لما كنت صغيره. طبعا انا تربيت بعائله فنيه، امي دارسه كليه فنون جميله، كانت هي قدوتي. نوجه لها التحيه اكيد. كانت هي الدعم الاول لإلي، وكانت كنت دائما ارسم يعني لساعات وهي اللي تكشف لي الصح والغلط دائما. ودائما انا تعاملي مع طلابي مثلا على هذا الاساس، بتعامل معهم مو كأنسة وطفل، بتعامل معهم كرفيق باغلب الاوقات. طبعا هلا لما الطفل بيمسك مثلا قلم وورقة عن طريق مسكته للقلم فيني اعرف مثلا مشاعره، اذا كان حزين اذا كان زعلان، يعني بيعبر عن كل مشاعره عن طريق القلم او الالوان، او حتى نوعيه الالوان اللي بيستخدمها. مثلا اذا يعني دائما الاطفال هن مثل ما حكيتي بيختاروا الوان معينه، بيختاروا رسمه معينه هي عم تدل على شيء بنفسيتهم، عم بيعكسوه اكيد على الرسمه. خلينا نحكي قديش الطفل بياخذ معك وقت مثلا ليتعلم فن الرسم بشكل كثير يعني يصير محترف، خلينا نحكي عن هي القصه. هلا لما بيجيني طفل بيكون عنده موهبه، تمام؟ فبلش معه انا من اول شيء ببلش معه بالاساسيات القلم الرصاص، بعدين بلشته بالالوان، بعدين بخليه هو يختار الافكار منه لحاله، يعني بخليه يعزز ثقته بنفسه. تمام. فهي اذا كان عنده موهبه، اما اذا ما كان عنده موهبه فبياخذ وقت كثير. هلا في احيانا اهالي بيبعتوا اولادهم مثلا بالغصب انه انت لازم تتعلم هذا الشيء، فهذا الشيء كثير غلط.
إذا الطفل ما عنده موهبة مستحيل إنه يتعلم أبدا. أكيد لازم يكون عنده ميول لهذا الشيء. طيب يولا خلينا نحكي شوي عن التجارب، قد إيه عم تشوفي أحيانا الرسم بفرغ طاقات عند الأطفال، ممكن حتى يساهم بالتعليم، مو بس إنه هو عم هي موهبة عم بيمارسها، لا بيتعلم سلوكيات بينضبط، لأنه الطفل لما ببلش يترجم كل شيء بباله على الورق فهذا كمان شيء خليني أقول اختصاصي، يعني بيقدر حتى الاختصاصيين النفسيين بيقدروا يدخلوا بهذا النطاق. تمام. هلا الاطفال بشكل عام، هلا انا علمت اطفال معهم توحد حتى قدرت اتعامل معهم بحسب مسكتهم للالم، تقدري تعرفي مثلا مشاكلهم، هلا خصيصا بالوضع الحالي اللي نحن عايشين نحن هلا فيه، الطفل ما في يعبر غير عن طريق الرسم، عن طريق الالوان، عن طريق مسكته للقلم، طريقه الحده اللي عنده، فكل هدول بياثروا على سلوكه. يعني اكيد بياثروا على سلوكه، وبتكتشفي انت شو الطفل بده، شو هو كمان كيف ممكن يصير عنده موهبه ولا لا. في مثلا قلتي اطفال اهلهم بيجيبوهم غصب عنهم ليتعلموا، طيب هدول الاطفال ممكن، يعني ممكن انت عندك هذا البال الطويل انك تقدري تعلميهم، ممكن يطلع من شانهم شيء ولا لا؟ يعني اذا ابنك ما في عنده هاي الموهبه انه خلص لا تاخذيه لا تعلمي شيء غصب عنه، شو رايك كمان بهالكلام؟ هلا احيانا في اطفال ما عندهم موهبه بس بحبوها لهالشغله، بحبوا هالشيء، لصح بياخذوا فتره زمنيه طويله بس ممكن يصيروا احسن من اللي عندهم موهبه، يعني مع التمرين دائما ممكن يصيروا يعني هلا بما اني انا دارسه كليه فنون جميله فانا بعلم بطريقه اكاديميه، لما بيجيني الطفل ما ابدا ما بيحب الرسم فماني مضطره ابدا اني اعذب حالي واعلم طفل جاي بالغصب نهائيا. اكيد. طيب يولا يعني بالختام خلينا نحكي النصيحة الأبرز اليوم لكل حدا عم بيتابعنا أكيد من الأهل وحابب يخلي أولاده يشتركوا يتعلموا الرسم، شو النصيحة الأبرز اللي بتوجهيها لهم؟ هلا أول شيء لما بيشوفوا الأهل عندهم طفلهم عنده موهبة لازم يدعموا بشغلات كثير بسيطة، مثلا عن طريق يجيبوا لهم مواد لو كانت بسيطة، أو يخلوهم مثلا إذا رسموا أي رسمة صغيرة يعلقوا لهم إياها بغرفتهم، إنهم كلياتهم بيعطوهم دافع نفسي، بدعموهم، بخلوهم يكونوا مميزين، بصير بحس الطفل حاله مميز عن غيره. هلا أنا عن طريقي أنا مثلا كل سنة بعمل لطلابي معرض ثانوي فبدعمهم عن هي بهي الطريقه، يعني دائما بدعمهم، او مثلا بكل درس من دروسي لإلهم بحكي لهم عن فنانين بصيروا من لحالهم هم بيدوروا بيتعمقوا لحتى يطلع معهم افكار غريبه اكثر من غيرهم، فهيك بقى بيصير التميز. اكيد دائما الاطفال خيالهم بيكون واسع فبيقدروا يبدعوا ويرسموا رسمات كثير حلوه وملفته وبتعبر عن شخصيتهم بتنمي لهم ذكائهم العاطفي. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، واكيد بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك يولا، وشكرا اكيد لكل هاي المعلومات اللي اعطيتينا اياها اليوم، نتمنى لك التوفيق بمشروعك مع الاطفال واكيد بكل شيء بتقدميه او بتشاركي فيه من معارض فنيه. شكرا لك.